طبعا يعني كل التعازي لأهل المرحوم، وطبعا هذه الخسارة الفادحة برحيل شاعر الشعراء الأخ الفقيد أحمد فؤاد نجم. نتمنى له طبعا الرحمة دايما، ندعو الله سبحانه وتعالى أن يجعله في جنة الخالدين. شايف المستقبل السياسي ممكن يتأثر بفقدانه؟ المستقبل السياسي ممكن يتأثر بفقدانه؟ لا يعني مش حكاية إنه المستقبل السياسي ملوش علاقة في الأدب والشعر. إن هو كان شاعر السياسة. شاعر، هو شاعر الثورة، هو شاعر الثورة، شاعر الثورة دائما دائما، والثورة دائما تلد تلد. وأحمد فؤاد نجم في ناس كتير تتلمذوا على إيديه، وبإذن الله هيكملوا رسالته.